السلام عليكم. اليوم شفنا فزعة الشعب الأردني لمطعم سهول سحاب، شفنا كيف الشعب الأردني كله هياته فزع للبنت اللي استنجدت بالشعب الأردني، وهاي البنت أبوها فاتح المطعم جديد والمطعم كانت مبيعاته تعبانة، فالبنت نزلت بوست على مواقع التواصل الاجتماعي بتناشد المجتمع الأردني إنهم يدعموا مطعمهم. وشفنا اليوم كيف مشاهير السوشيال ميديا والمجتمع المحلي في مدينة سحاب والشعب الأردني كله هياته هرع إلى دعم هذا المطعم ودعم والد هذه البنت اللي فاتح هذا المطعم. هذا بنم على شغلتين، أول إشي قوة السوشيال ميديا، وثاني إشي بنم على فزعة الشعب الأردني وحرارة الشعب الأردني وكيف إنه الشعب الأردني مع بعضه بكون فيه قوة بالتلاحم والتعاطف والتعاضد. وشكرا لكم على استماعكم.